كل عام لتذكر بالمناضلين القدامى لتوقظ النضال في المقبل من الأجيال. أكبر من رمز وأعظم من مناضل هو فكر وتحرر وإنسان. بذكرى رحيل تشي، الميادين وتلسفور تعرضان سلسلة وثائقية عن حياته. في المشهدية خاص الليلة ننطلق من هذه السلسلة لنسترجع إرثا لرجل خلده التاريخ مع ضيوفنا من المكسيك باكو إغناسيو تايبو، من مصر عبد الله السناوي، وهنا في استوديو الميادين وفي أبراهيم. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة المشهدية خاص التي نستبق فيها عرض سلسلة هامة جدا على شاشتنا، تحكي قصة رجل أيضا يعني رافق أجيالا كثيرة وما زال إلى اليوم وكأنه حي يرزق بيننا. نتحدث عن تشي غيفارا. ورحب من جديد بضيوفنا وفي أبراهيم، يعني أنت من العائلة، أيضا أستاذ عبد الله السناوي من القاهرة، وسيد باكو إغناسيو تايبو أنت معنا من المكسيك، و يعني أنت من صور وصنع هذه السلسلة التي أنتجت بشراكة بين الميادين وتلسور. لذا أريد أن أعرف منك بداية، ماذا يعني لك تشي غيفارا وما الذي دفعك إلى أن تمشي على المسار الذي عاشه في حياته؟ Well, when you say path, it means the geographical path. عندما نتحدث عن مسار، هذا مسار طويل جدا، وبالنسبة إلي تشي غيفارا هو رمز هائل بالنسبة إلى الشباب خاصة في الستينيات. إرنستو غيفارا والذي يعرف بتشي كان رمزا بكل ما في الكلمة من معنى، عفوا. وبالتالي لطالما أردت أن أعرف المزيد عن هذه الشخصية وأن أقرب المسافة بيني وبين هذا الإنسان. وبالتالي منذ سنوات عدة بدأت بسلسلة من الأبحاث لكي أغطي مختلف أنواع المعلومات من الأشخاص الذين كانوا يعرفونه في الأرجنتين وفي كوبا، وبحثت في الوثائق وأشرطة الفيديو القصيرة. وبالتالي بعد أن عملت على هذا الموضوع لعدة سنوات، عملت على هذا الوثائقي عن إرنستو غيفارا الذي يعرف بتشي. وبعد ذلك كان هناك مجموعة من صانعي الأفلام الأرجنتينيين والذين قرروا أن يصنعوا سلسلة وثائقية عن هذا الموضوع، ولذلك عملنا لعدة أشهر بجهد من أجل تغطية هذا الماضي وقصة حياة تشي بكل تفاصيلها. وبالتالي كان ذلك يتطلب زيارة الأرجنتين في جنوبها وشمالها وفنزويلا وأمريكا الوسطى وحتى أوروبا، وعبور الجزر الكوبية من إذن بكل أجزائها. وهكذا بدأنا بتطوير هذه القصة. وبعد ذلك بات لدينا 80 ساعة من الفيديو، من أشرطة الفيديو، وبالتالي اضطررنا إلى العمل عليها وتنقيحها نوعا ما لكي نرسم هذه الصورة كاملة عن إرنستو غيفارا. جميل. إذن سوف نتحدث عن هذه السلسلة، وسوف يعني نكون محظوظين في أن نشاهدها أيضا على الميادين، خصوصا أننا اليوم هي يعني ذكرى استشهاد تشي. لذلك سيكون المشهد الأول الذي سندخل فيه يعني في صلب موضوعنا تحت عنوان الذكرى. هناك شخصيات تعد من الأساطير، وقد تكون بسبب مقولة أو أماكن مشتركة
أو وجهة نظر إيديولوجية مقربة ومئات الصور. وأحياناً تكتسب الأسطورة طابعاً تجارياً فترسم على الأكواب والملصقات والقمصان. مقاربة إرنستو جيفارا المعروف أيضاً بتشي لن تكون بالأمر السهل، فهناك الكثير من الضبابية وعدم الوضوح. لن يكون من السهل أن نروي قصته لجيلين، جيلنا الذي ترعرع في ظله وجيل الشباب الذي تراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً، والذين ينظرون إليه كالجد الأحمر الذي هو من حقنا جميعاً من دون شك. إرنستو جيفارا كان ولا يزال واحداً منا وربما الأعظم بيننا. إذن هذه يعني جزء صغير جداً مما سنشاهده في هذه السلسلة على الميادين، والواضح أن التوجه هو للجيل الجديد الذي يعرف فعلاً عن تشي، يعني من الشخصيات التاريخية القليلة جداً لما زال الجيل الجديد يعرف عنها. سنتحدث عن هذه النقطة بعد قليل، ولكن المهم في تشي جيفارا وفي أنه أممي، يعني لا يعني فقط أمريكا اللاتينية، هو يعني العالم. ممكن أن تكوني في أي بقعة في العالم وتشعري بتماهي والانتماء مع القضايا ومع الرسالة مع شخصية هذا الرجل. هذه الخاصية لا نراها في كثير من القادة أو في كثير من الشخصيات العالم. هو أكثر من قائد، لا أدري ماذا يمكن أن يقال عنه. يعني هو رمز، ورمز كبير لكل الشعوب المناضلة من أجل حقوقها. يعني السيد باكو إغناسيو قال في إحدى المرات خلال عملية تقديم لهذا العمل الرائع والكبير جدا الذي قام به حول حياة القائد الثائر الكبير تشي جيفارا، أنه يعني بعض الأحيان أو بعض الشعوب حولته إلى أيقونة ذات طابع ديني، ولكن هذا العمل الذي هو يعني بعنوان تشي يبعده عن هذه الصفة. هو إنسان، شخص مثل كل الناس، ولكن لديه استراتيجية بعيدة النظر جدا. يعني العداء للإمبريالية لديه واضح وضوح الشمس، لا لبس فيه. هو يعني لديه هذا الفكر الثوري المتجدد والذي يمكن تطبيقه في كل مكان وزمان. يعني كما قال فيدال عنه أنه إذا أردت أن تبحث عن قائد ثائر استطاع في تاريخ هذه الثورات أن يتجاوز حدود الزمن والمكان بفكره وأن يبقى صالح هذا الفكر، فهذا الشخص هو تشي جيفارا. تماما. وهذه نقطة يعني يناقش فيها أيضا. هنا سأذهب إليك أستاذ عبد الله السنوي، أهلا بك معنا. هناك من يقول بأنه أوكي لديه فكر وكل ذلك، ولكنه حالم يعني في السياسة، في التعاطي مع هذا الشأن الصعب جدا، يعني شؤون الشعوب وكل ذلك. لا يمكن لفكر مثل فكرة تشي جيفارا أن يصل إلى مبتغاه، لأنه حالم ليس براغماتي يعني كما يتطلب هذا العالم. ما رأيك؟ نعم أنا أعتقد أن تشي جيفارا بيمثل ظاهرة فريدة وظاهرة خاصة. حجم، إذا ما نظرنا إلى حجم صورته في التاريخ أكبر بكثير جدا من حجم دوره. يعني دوره لا يقاس بشخصيات معاصرة مثل لينين أو ماو تسي تونغ أو حتى فيدل كاسترو، لكنه اكتسب مكانة خاصة واستثنائية بما يمكن أن نطلق عليه قوة النموذج الإنساني. وبالتالي حلم جيفارا هو صلب أسطورته، إذا أردنا أن نلخصه في أسطورة، لكنه في حقيقة تجربة إنسانية ومقاتل ودافع عن قضايا يؤمن بها. ثم كانت نهايته مختارا في أحراج بوليفيا تلخيصا دراماتيكيا مؤثرا للغاية، كأنه المسيح يصلب من جديد. هذه هي الفكرة الجوهرية، مش المعنى الديني، لكن فكرة المسيح المخلص الذي صلب من جديد. هذه فكرة حتى في الأداب الأوروبية وجدتها مكان خاص. يعني فجيفارا قوته الحقيقية فيما يمكن أن نسميه قوة النموذج الإنساني. الحقيقة بيخطر لي دائماً
المقارنة مع شخصيتين أخرتين من عالم آخر، جمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا. أنا أعتقد أنهم اكتسبوا دور في التاريخ أكبر من حجم البلد الذي خرج منه كلاهما، بحجم الأحلام التي أطلقاها، بحجم قوة النموذج، التضحية، الصبر على المكاره. في حالة مانديلا السجن 27 عاما في جزيرة الشيطان ثم أن يخرج ولا أحد يعرف صورته، فإذا به ملهم لشعبه ويقوده إلى الخروج من ربقة الأبرتهايد. جمال عبد الناصر بنفس الشيء بعد 50 سنة من وفاته، السيال عليه حاد وقوي وحاضر بقدر ما يمثله من مشروعه من إلهام فكرة التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والوحدة العربية. فالمعاني يعني أقوى ومؤثرة، المعاني الكبيرة هي التي تصنع الأساطير إذا صح حديث الأساطير يعني. فشي جيفارا عبر هذا المعنى، هو رجل لم يكن الرجل الأول في الثورة الكوبية، ولا ربما ولا الأكثر تأثيرا، لكنه كان الأكثر إلهاما لأنه لم يكن كوبيا، هو أرجنتيني تحرك في إطار القارة يعني مؤمنا بفكرة الثورة يلتحق بها، عندما تنجح يعين وزيرا، لكنه يترك ذلك كله لا يجد نفسه فيه ويذهب إلى مكان آخر بوليفيا لمواصلة فكرة الثورة فيقتل هناك. هذه الفكرة، التماهي مع فكرة الثورة، التماهي مع القيم الإنسانية، التماهي مع فكرة الخروج من ربقة العبودية والاستغلال الفلاحين الفقراء، هذا هو المعنى الحقيقي وراء أسطورة تشي جيفارا، وليس ما يقال أنه كان متشردا أو لم يكن مجرد رجل حالم في غرفة مغلقة أو محلق في الفراغ، كان يحمل سلاحه وكان له افكار تماما وتصورات. جميله جدا هذه المراقبه استاذ عبد. نعم. يعني فعلا لانه دائما تختلط الامور عندما نتحدث عن شخص مثل تشي جيفارا. افهم منك انه يعني التعبير الذي استعملته انه يتمتع بقوه النموذج الانساني لا ينطبق عليه اي معيار من المعايير التي تعتمد في مقاربه السياسيين او القاده السياسيين او كل ذلك، هو نموذج مختلف تماما، وهذه ضروري ان يتفهمه الاجيال الجديده. هنا اعود اليك سيد باكو إغناسيو، يعني انت لمست هذا الامر وان تسير يعني في الاماكن التي ذهب اليها رجل كثير الحركة، لم يكن يتمكن من أن يكون في مكان، يعني ما في مكان واحد يعني يعبر عنه، هو يجد نفسه في كل الأماكن التي تحتاج إليه. كان يعني رحلة صعبة شاقة أن تذهب خلف تلك الأماكن وتبحث عن أثر الرجل في هذه يعني الأماكن التي وجد فيها. No, it was easy. في الواقع كان ذلك سهلا نوعا ما، فإن بصمات إرنستو جيفارا في كل من المناطق التي زارها كانت واضحة جدا، وبالتالي كان من السهل إيجادها. حتى مع أننا نعمل بعد 40 عاما تقريبا من وفاته، وبالتالي كنا نجد عددا من الأمثلة على زيارته لهذه المناطق، إما صور أو ذكرى، وحتى هناك أشخاص كانوا يدعون بأنهم لديهم ذكريات عنه، ربما أحد أفراد عائلتهم مثلا كان يعرفه، وبالتالي كان من السهل إيجاد بصمات تشي جيفارا في الأماكن التي زارها خلال حياته. و برأيي الأمر الأهم هنا هو ما بين أفعاله وأقواله، كانت المسافة قصيرة جدا، وبالتالي إرنستو جيفارا كان يتصرف بناء على أفكاره وأقواله وكان يلتزم بها، وبالتالي فإن تتبع آثار شخصيته هذه والتي كانت فريدة جدا من نوعها بطبيعة الحال، إذن تتبعها كان سهلا. والصعب هو الأراضي الوعرة أحيانا التي كنا نضطر إلى الذهاب إليها، مثلا الجبال وبعض المناطق الصعب الوصول إليها جغرافيا، ولكن
ولكن أصداء أعماله وأقواله كانت قوية للغاية، بحيث كان من السهل تتبعها وجمعها في فيلم واحد. يعني جميلة جدا هذه المقاربة وملفتة، لذلك سوف نستمر في الحديث أكثر عن هذه المسار، خصوصا أن كما قلت سيد باكو أن الأقوال كانت قريبة جدا يعني من الأفعال، وهذا يعني قل ما نراه في قادة عالميين. سنذهب إلى المشهد الثاني الآن، المسيرة والمسار. En el mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Como bestias son los norteamericanos hoy. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Esa proclama es patria o muerte. إذن هذه المشاهد يعني نستذكرها وسوف نراها كثيرا أيضا في السلسلة التي ستبدأ الميادين بعرضها مشاهدينا عن تشي غيفارا. وفي لماذا هذا التعاون بين الميادين والتلسور؟ طبعا نحن في تعاون كبير وقديم يعني من أول انطلقة الميادين، وهذا تعاون استراتيجي ليس تعاونا يعني ظرفيا أو شيء، بس لإنتاج هذه السلسلة ما كان الهدف بشكل أساسي؟ هذه السلسلة هي نتيجة أو ثمرة كتاب من 800 صفحة يعني للسيد باكو إيناسيو تايبو، ولكن عندما عرض عليه فكرة تحويل هذا الكتاب إلى وثائقي اشترط أن لا يكون هناك سيناريو، لأنه يحب الحرية بكل معنى الكلمة، ولذلك ومن هنا هلأ سنتحدث معه يعني بس نعم. سنشاهده يمشي على الطريق نعم وهذا العمل يعني أود بالبداية فعلا أن أشير إلى مسألة، أن هذا العمل ألقى الضوء على مسائل جديدة لدى تشي يعني لا تعرفها الأجيال الحاضرة، وأيضا تسببت بنقاشات بين الأجيال التي عرفت التشي والتي عاصرته، يعني ألقت الضوء على مسائل جديدة ربما سنرى تشي من جوانب أخرى يعني الناس لم تشاهدها من قبل، رغم أنه فعلا يعني كثير ناس حكيوا عنه بدون شك، ولكن هذا من بعد أهمية كل هذا الوقت نعم وعمق هذا الفكر، يعني بعد 53 عام صحيح. من استجهاده نرى أن تشي يتوالد ويخلق من جديد في كل عملية ثورية، ولكن هذا العمل عندما ذهب السيد باكو ويعني التقى بناس كثيرين فعلا تحدثوا عن جوانب جديدة لدى التشي، والناس تتفاجأ فعلا هلا هؤلاء الذين يحملون فكرة تشي كعقيدة ثابتة مقولبة سيصابوا بخيبة أمل. لماذا؟ نعم لأن فكرة تشي أبعد ما يكون عن هذه يعني العقيدة المقولبة الجامدة نعم، والفكر اليساري هو فكر متجدد وهو فكر متغير نقدي يعني خاضع للنقاش ولتغيير كل ما يجب تغييره، هذا الشعار الذي طرحه فيدال في عملية التغيير الكبيرة، هذا فكر فيدال وليس فكرة تشي هو فكرة تشي سيناقشونك على هذه النقطة نعم. هو
هناك تأثر متبادل بين تشي وفيدال فعلا من الناحية الفكرية. يعني تشي قال عن فيدال أنه أنا يعني سعيد جدا أنني تبعتك بلا تردد وأنني تماهيت بفكرك ومبادئك. وفيدال عام 92 يعني مش من زمان كتير بعد استشهاد تشي بكتير قال أنه لا زال فكر تشي أفكاره ومبادئه وطريقة يعني تفكيره لا تزال حاضرة في ذهني عند أي تحليل عند أي مقاربة لأي موضوع. وبالتالي هذه يعني قضية تشي لا تزال حاضرة اليوم. يعني أيضا سيصاب بصدمة أولئك الذين يعتقدون بأن فكرة تشي ولى عليه الزمن وأن اليوم هو يوم عصر التصالح مع العدو والتطبيع مع العدو وبالتالي الإمبريالية ذات أوجه. تتحدثين عن بعض اليسار يعني؟ نعم عن بعض اليسار تحديداً. طبعا سيصاب بخيبة أمل لأنه بهذا العمل سيبدو واضحا أن تشي يقول أنه في كل مكان وزمان مع هذه الإمبريالية لا تصالح، مع هذه الإمبريالية لا يجب أن نتنازل ولو بمقدار أنملة. يعني حتى بالإسباني بيقول نيونتانتيك وسي نادا، بيرجع بيأكد بقول أنه أبدا ولا ندفع. هلأ بالعودة للتعاون مع تيلي سور وسؤالك أنه هذا التعاون كنت هو نسيت السؤال. نعم لأنه تشي هو لأنه اللي أخذتين عليه يعني نعم. مهم وجميل أنه نوضح. تيلي سور هي يعني مؤسسة إعلامية ضخمة في أمريكا اللاتينية، وأيضا كمال ميادين تحمل فكرة تشي كبوصلة في العمل الإعلامي أيضا المتجدد والثائر والذي يقف إلى جانب القضايا العادلة والشعوب المناضلة والميادين أيضا. لذلك في هذه الأعمال يعني يكون الاهتمام متبادل، ومن البديهي جدا أن يعني تتشارك الميادين مع تيلي سور في هذا العمل العظيم. فعلا سوف يدهش محبي تشي وكارهينه أيضا. سيد يعني باكو، يعني يجب أن تكون السيدة وفي هي مسؤولة العلاقات العامة والتسويق لديك. أعتقد ذلك لأنه حمستنا كثيرا للسلسلة. بس في نقطة قبل ما أعود إليك لأنه أثارت أكثر من نقطة بدي أسألك عنها. لكن قبل ذلك يعني أستاذ عبد الله السنداوي، يجب أن نسأل يعني موضوع مهم جدا هو يتعلق باليسار راهنا وما يمر به اليسار على مستوى العالم. هل فعلا كما قالت سيدة وافي انطلاقا طبعا مما يؤمن به تشي أن الفكر اليساري يجب أن يبقى وبثوابته أقل، أم لا؟ يعني الخيبات المتتالية لليسار على مر التاريخ أفقدته قدرته على الانتعاش من جديد. نعم، يعني عندما استمعنا قبل قليل إلى تعبير المتجدد، أنا أعتقد هذا ضروري لإلحاقه بفكرة اليسار. يمكن أن نتحدث عن الفكر اليساري المتجدد، بمعنى أنه بيستجيب لحقائق زمانه وتطلعات الشعوب المتجددة بطبيعة الحال. أما إذا أغلقناه على نظريات وعلى أيديولوجيات وعلى أفكار استهلكت زمنها أو يعني لم تنجح بالصورة التي كانت مأمولة بها، أعتقد أنه في مشكلة كبيرة جدا بمستقبل اليسار. لكن اليسار كفكرة غير قابلة للموت. اليسار بيتكلم على طول فورا في قضية العدالة الاجتماعية، هو ملازم لفكرة العدل الاجتماعي وتوزيع الثروة والانتصاف للفقراء. هذه هي القضية الرئيسية في حالة جيفارا، يعني كان يقاتل ويدافع، واليسار اللاتيني بشكل عام من أجل الفقراء والمهمشين والذين تطحنهم النظم العسكرية الموالية للولايات المتحدة في القارة اللاتينية. فدي كانت الفكرة، فكرة التحرر الوطني مرتبطة بفكرة العدل الاجتماعي ووحدة القارة. هذه هي الفلسفة العامة التي جمعت شخصيات عديدة من منابع فكرية مختلفة. يعني فجيفارا هنا بيمثل معنى أو قيمة لليسار، وهو يدافع عن قيمة العدل الاجتماعي. طبيعة الحال حدث تطور وتعديل كبير في الحركات اليسارية اللاتينية في حقبة ما بعد جيفارا. يعني
بنتيجة التوازن الاجتماعي وظروف إقليمية ودولية عديدة جرى استبدال فكرة السلاح أو اللجوء إلى السلاح أو الحرب العصابات الثورية بفكرة التحول الديمقراطي وبناء نظم حديثة. هذه الفكرة انتعشت في فترة لكنها يبدو أنها متراجعة الآن كما حدث في بوليفيا ودول أخرى، لكن من حين الآخر تخرج حركات يسارية جديدة بالوسائل الديمقراطية في أرجاء القارة. فإذا الأساس هو فكرة العدل الاجتماعي والتحرر الوطني وإستقلال القرار في القارة عن الجار الأمريكي وبطشه، فدي الفكرة الأساسية. هذا هو جوهر الانتماء اليساري في القارة، سواء أخذ في مرحلة صورة حرب العصابات الثورية أو أخذ صورة الأحزاب السياسية السلمية التي تسعى للسلطة عن طريق البرلمان. فالقضية هنا جبارة بيمثل القيمة والمعنى وليس نظرية ثابتة أو طريقة لا تتغير في الوصول إلى السلطة. تماما. هنا أعود إليك أستاذ باكو إغناسيو. أولا، لماذا السلسلة الوثائقية ليس فيها سيناريو؟ يعني لماذا لم يكن هناك وضع لسيناريو، تركت للظروف وما ستشاهده على الطريق؟ والمسألة الثانية التي تحدثت عنها يعني السيدة وافي هي المفاجأة التي ستحدثها لليساريين أو مش اليساريين يعني، بس أنه المتأثرين بفكر تشي غيفارا، في يعني صدمة ستكون، أفكار جديدة غير متوقعة. بالنسبة إلى السؤال الأول، لم نكن بحاجة إلى سيناريو أو نص، وبالتالي لدي الكتاب ولدي كل المعلومات عن الدول والأشخاص الذين التقيت بهم، ولذلك أردت أن أحاول خلق سلسلة جديدة نوعا ما، ولم أكن أريد أن أقرأ كلمات عن ورق، فلدي كم هائل من المعلومات ولدي شبكة واسعة من المعارف في أمريكا اللاتينية، ولذلك لا أحب العمل ضمن إطار ضيق بشكل السيناريو، ولذلك يعني فضلت أن نحاول أن نخلق هذه السلسلة بشكل عفوي، ولذلك بات لدينا 100 ساعة تقريبا من المواد. والأمر الآخر هو أنه عندما نود معرفة المزيد عن شخصية وأن نصورها، إذن يجب أن تكون مسيرة هذه الشخصية واضحة وتغيرات هذه الشخصية وتطورها. فإن تشي غيفارا كان مثلا شخصا مختلفا في الأرجنتين عنه في دول أخرى، وبالتالي كل مرحلة من حياته كانت تشهد على تغييرات جذرية، وبالتالي ما من تشي غيفارا واحد نعرفه منذ كان يبلغ من العمر 5 أعوام حتى مماته في بوليفيا. حتى كان هناك بعض التناقضات أحيانا في تجاربه ونظرته إلى المجتمع، وبالتالي لم أكن مهتما فحسب بحياته العسكرية أو مساره العسكري، بل أيضا حياته السياسية، مثلا حيث شغل منصب وزير لفترة طويلة، وتابعت هذه القصة عن كثب. فهي تحمل أفكارا عدة عن معنى الشيوعية لتشي غيفارا في ذلك الحين. يجب أن تعني المساواة، اللا بيروقراطية، والاحتكاك المباشر مع الشعب، والجيفارية إذا صح القول، أو طريقة التصرف مثل تشي غيفارا. وبالتالي أردت أن أركز على كل هذه المراحل واللحظات وليس فقط على أعماله العسكرية في أفريقيا وبعد ذلك في بوليفيا. نعم، سوف نذهب الآن إلى فاصل قصير جدا، بعد الفاصل نعود لنتحدث أكثر عن السلسلة، عن يعني أمور تشغل الناس في هذه الذكرى مشاهدينا، ذكرى رحيل الرمز تشي غيفارا، وقبيل أيام قليلة من انطلاق السلسلة الوثائقية إذن التي نتحدث عنها
اليوم على الميادين، على شاشة الميادين. فاصل ونعود. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. أول مرة أحد يشاهد سيارة تشي جيفارا وحتى ربما حتى يكون في داخلها. احنا شاكرين لعائلة تشي جيفارا أن سمحوا لنا بهذه اللقطة التاريخية. إذا المشاهدين كما لاحظتم يعني الميادين زارت هذه الأماكن أيضا الهامة بالنسبة لتشي، بالنسبة لعائلته، يعني أين كان تواجده بشكل كبير. وهنا أريد أن أسألك يعني وافي، في علاقة قوية بين الميادين وتشي، يعني أنت كما قلتي بين هذا الرمز، بس أيضا في علاقة عائلية يعني قوية. يعني أليدا جيفارا أكثر مرة كانت في الميادين، وحتى في هذا الاستوديو كان لدينا لقاء معها في المشهدية خاص أيضا، فما سر هذه العلاقة؟ والله يعني لن تصدقي لانا، فعلا كان بالأساس حديث أولي بيني وبين الدكتورة أليدا التي هي بمثابة شقيقة لي، يعني أخت عزيزة جدا وتربطنا سنوات طويلة من العلاقة العائلية. عندما علمت في بداية انطلاقة الميادين أن هناك محطة أو قناة إخبارية بدأت في هذه المنطقة، بدأت تسألني هي بالتفصيل، حدثيني أكثر عنها. وعلى فكرة أليدا جيفارا هي من بين كل أبناء تشي هي التي تشرف بطريقة مباشرة على مركز دراسات تشي جيفارا في هافانا، والذي هو مركز بحوث ودراسات ونشاطات، ويحتفظ بأكثر من 1007 وثائق يعني لتشي تم إدخالها في إلى سجل الوثائق العالمية في اليونسكو لمواجهة كل محاولات محو الذاكرة التي تقوم بها عمليا الإمبريالية. وتعرفي أن الولايات المتحدة ليست صديقة لليونسكو وليست صديقة لمنظمة الصحة الدولية وليست صديقة لأي شيء فيه يعني أعمال من أجل خير الإنسان ومستقبله وتاريخه. بدأت تخرج يعني من هذه المنظمة. نعم بدون شك. ولكن اليونسكو اعتبرت أن فكرة تشي وهذا الإرث عن فكره وحياته وسيرة حياته مهم جدا أن يتم الاحتفاظ به. أليدا جيفارا واكبت الميادين منذ انطلاقتها، وعندما تعرفت يعني أتت إلى لبنان وتم تكريمها أيضا في لبنان، أو شاركت في البداية في تكريم البطلة الجزائرية
إيطالية جميلة بحيرة، وتعرفت عن قرب على الأستاذ غسان بن جدو وعلى كل الزملاء يعني العاملين في هذه المحطة. هي أحبت الميادين جدا، وصدقيني تسألني دائما وبالتفصيل حتى عن أشخاص ربما يعني صادفتهم هي والتقت بهم داخل القناة، تذكرهم بالشكل ولا تذكر الاسم وتسألني عنهم بالتفصيل. لذلك وعندما زار وفد الميادين هافانا يعني أدخلوه إلى منزل العائلة الذي لا يفتح لأي كان، يعني هناك منزل حميم للعائلة، وحتى أن هناك مكتب لتشي خاص جدا داخل المنزل هذا، يعني حتى المشاهد الكوبي لم يشاهده على التلفزيون، فتحوه وعرضت عليه كل ما لديهم. هذه الصور الآن. نعم. الآن سنذهب إلى المشهد الأخير وهو عالم تشي كما كنت تتحدثين، والذي خصتنا فيه يعني سيدة أليدا غيفارا بكلمة في هذه الذكرى. تصادف في هذه الأيام الذكرى 53 لآخر معركة خاضها تشي غيفارا قبل اغتياله واستشهاده. ذكرى استشهاد تشي مناسبة حزينة بالنسبة لنا، ولكن في الوقت نفسه فإن أحياء ذكراه يشكل محطة هامة لنسترجع المثل التي عاش واستشهد من أجلها. ولهذا السبب فإن الحديث عن الشرق الأوسط أمر صعب ومعقد للغاية، لأن تشي وتحديداً قبل سنوات قليلة من استشهاده ترك لنا وصية تعرف في كوبا بواجب صنع أكثر من فيتنام واحدة لمحاربة الإمبريالية، كما تحدث في الوصية المذكورة عن سلسلة كاملة من الأماكن في العالم حيث توجد عمليات ثورية وتسود حال من اليقظة والوعي. الوباء يقتل الناس وهذا أمر صحيح، ولكن رئيس الولايات المتحدة مهتم بالدعوة إلى نقل السفارات إلى القدس الفلسطينية وكأنها في الأصل تابعة لإسرائيل، ومع ذلك نجد أن العالم لا يقوم بأي شيء عملي ضد ذلك. إن الأصوات التي علت وأعربت عن موقفها إزاء ذلك قليلة جدا، بل وعلى العكس من ذلك هناك حكام نفذوا ما تريده الإدارة الأمريكية بكل خنوع وفي ازدراء تام وعدم احترام لإرادة الشعب الفلسطيني. والطامة الأكبر وسط كل ما يسببه هذا الوباء أن تقدم دولة عربية من الوطن العربي على التطبيع مع إسرائيل في وجه فلسطين. إنه الأمر غريب، وهذا أمر لا يمكن أن يفهمه المرء بأي شكل من الأشكال. كنت أعتقد أنه في ظل هذا الوباء سيتغير هذا العالم، كنت أفكر وأحلل وأشعر أنه يتعين علينا القيام بشيء ما لتغيير هذا المسار، ومع ذلك انظروا ما الذي يحصل، ولا نزال من دون أي ردة فعل تذكر، ولا يزال ينقصنا التضامن الحقيقي. حان الوقت لنرفع أصواتنا وللقيام بشيء ما حيال ما يحدث. أنا كطبيبة أضع نفسي تحت تصرفكم، إذا كنتم تعتقدون أنه يمكنني أن أكون مفيدة لكم أرجوكم أن تعتمدوا علي، وسأستمر دائماً في رفع صوتي من أجل شعوبكم، من أجل أولئك الرجال والنساء الذين يستشهدون اليوم، لأن العالم قد أصابه الخمول والكسل في مواجهة كل ما يحدث. ولنستحضر المزيد مما قاله تشي بعد 53 عاماً على استشهاده: كل ما نفعله هو عبارة عن صرخة حرب ضد الإمبريالية، وصرخة من أجل وحدة الشعوب ضد العدو الأكبر للبشرية، الولايات المتحدة الأمريكية. فلنول اهتماماً لتشي، ودعونا نرفع قبضاتنا ونقاتل حقاً من أجل عالم أكثر عدلاً، لأن هذا العالم لا يمكن الاستغناء عنه من أجل بقائه فيه إلى الأبد. إذن أستاذ عبد الله السناوي، يعني بعد ما استمعنا إلى سيدة أليدا، يعني أحيانا نظن إنه في عن جد يعني هيك ناس في أمريكا اللاتينية يفهمون قضايانا ويعني يناصرون قضايانا أكثر من بعضنا يعني في العالم العربي، خصوصا عندما يعني هي واضح أنها مشمئزة من مسألة التطبيع راهنا. كيف تفهم ذلك؟
نعم، أنا رأيتها في القاهرة هذا أولا يعني. كانت في زيارة من جامعة الصداقة المصرية الكوبية، وعقدت ندوة في جريدة الأهرام، وتحدثت فيها ممثلا يعني للصحفيين المصريين. أنا لاحظت في هذا اللقاء أن معلوماتها عن قضايا الشرق الأوسط ليست كبيرة. وعندما نطقت اسم عبد الناصر في العلاقة بينه وبين كاسترو وجيفارا، سألت من بجوارها من هو عبد الناصر، لأنها تعرفه باسم ناصر وليس عبد الناصر، لم تكن قد اقتربت إلى هذا الحد الذي تتحدثين عنها الآن. فهذا شيء إيجابي للغاية، تقريبا بعد أكثر من 10 سنوات يبدو أنها أصبحت أكثر اهتماما بإرث والدها، أكثر عناية بالذين يبادلون الأفكار نفسها والتوجهات التحررية نفسها في أرجاء العالم العربي. فأنا أعتقد دي خطوة إيجابية، نحتاج يعني إلى خطوات أخرى كثيرة حتى يكون الصوت العربي مسموعا حيثما يمكنه أن يكون متواجدا ومسموعا. فهذه خطوة لا شك أنها إيجابية. بس يعني في المقابل أيضا يعني أستاذ باكو، كيف وجدت أنت البعد العائلي عندما صورته في شخصية تشي غيفارا؟ لأنه دائما في التباسات حول هذا البعد في شخصيته. Well, I don't think it was confused. But for an errand. لا أظن أن هناك لبس كبير في الموضوع، ولكن طبعا عندما نتحدث عن شخص كان دائما يتنقل من الصعب التحدث عن هذا الجانب العائلي، فأن زواجه الأول دام 2 سنوات في المكسيك، وتربطه علاقة وثيقة بابنته من زواجه الأول، ولكن توقف عن رؤيتها بعد فترة. وزواجه الثاني كان خلال الثورة الكوبية، ولكن بعد 5 سنوات غادر تشي غيفارا البلاد باتجاه الكونغو، وبعد ذلك إلى بوليفيا. وبالتالي يعني بسبب هذه التنقلات كان أحيانا من الصعب تحديد بعض تفاصيل حياته العائلية هذه، مثلا يعني مثلا العلاقة التي أو تفاصيل العلاقة التي تجمع بينه وبين والديه كانت محدودة نوعا ما. وبما أنه كان شخصا يتنقل باستمرار، يعني كانت تنقلاته هذه سريعة للغاية، بحيث يصعب التقاط صورة له في بعض الأحيان. وبالتالي من الصعب على شخص كهذا أن يؤسس حياة عائلية متينة وطويلة الأمد يمكن التحدث عنها بتفاصيلها. هلا أنا أريد أن أنتقل إلى وفي في موضوع مختلف يعني، ونرجع على الموضوع السياسي. بس أنت حابة تحكي عن العائلة، لأنه طبعا بحكم قربك من العائلة، بشكل سريع بس يعني لتوضيح بعض المعطيات التي لم تكن واضحة لدى أستاذ إغناس. نعم، أنه ما يعني ما أريد أن أقوله أنه اللحظات أو الأوقات أفضل القليلة التي قضاها مع العائلة تركت بصمات يعني عميقة لدرجة كبيرة فعلا على المستوى العائلي، أكثر بكثير من كثير من الآباء الذين يقضون أوقات طويلة وهم ليسوا على تواصل مع أطفالهم. هو كان يهتم بتفاصيل لدى الأبناء، وطبعا كان يعتمد على زوجته التي هي يعني سيدة عظيمة وربت هذه العائلة، وهي علمت أطفالها بأنهم ولو كانوا أبناء لرجل مميز واستثنائي، إلا أن هذا لا يعني بأنهم يستحقون أمورا استثنائية، بل أن لديهم ثورة ستعاملهم وتعطيهم كل ما يحتاجون إليه مثل أي مواطنين. يعني هذا مهم جدا، وهو قال أنني لم أترك أي شيء مادي لأطفالي. وفي نعود إلى المسألة السياسية، لأنه مهم أن نتحدث عنها في عالم اليوم.
خصوصا في العالم العربي. هنا لابد من الإشارة إلى أن يعني تشي زار العالم العربي بشكل كبير. عنا صور الآن سنشاهدها من زياراته، طبعا أفريقيا، آسيا، زار مصر، سوريا، السودان، المغرب. كانت له أيضا جولة في باحات المسجد الأموي في دمشق خلال زيارته لسوريا في حزيران يونيو عام 1959. زار السودان إذن كما قلت، القاهرة، كان موجود في القاهرة وشفنا يعني صوره مع عبد الناصر. غزة أيضا تجول في زيارة قصيرة جدا إلى غزة في عدد من مخيمات اللاجئين منها البريش. أيضا زار الجزائر، كان في علاقة يعني مميزة جدا مع الجزائر. إذن لو كان مازال معنا يعني اليوم فيما يحدث في العالم العربي من إجهاض للقضية الفلسطينية، من تطبيع، من كل ذلك، ما سيكون موقفه برأيك؟ حسب يعني إذا هذا الجانب كان سيغضب بدون أدنى شك، لأن هذا يتعارض كليا يعني بالكامل، يتناقض مع فكرة شيء طبعا، هذا السلوك الاستسلامي والخضوع أمام مشيئة السيد الأمريكي وإلى ما هنالك. بالنسبة للأمريكا اللاتينية، بالنسبة لأمريكا اللاتينية، أعتقد أنه اليوم عندما يرى هذه الفنزويلا الصامدة رغم كل ما يحاك ضدها وكل هذه السياسة العدوانية، سيشعر بالفرح عندما سيجد أن كوبا برغم كل الحصار والصعوبات لا تزال ترفع الصوت من أجل فلسطين في كل المحافل الدولية وتدعم، وأطباء كوبا سواء في مجموعة هنري ريف أو المجموعة التي ذهبت لتكافح الإيبولا والآن مع الجائحة، سيشعر بالفخر لأن الأطباء الكوبيين وكل الذين درسوا من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وعرب في الجامعات الكوبية يعرفون أن مثال الطبيب الذي تريد كوبا أن تزرعه في كل طبيب يتخرج من كوبا هو مثال تشي. هذا النموذج الرجل الصادق والمتصالح، يعني يقول ما يفكر به ويفعل ما يقوله، هذا التصالح الكبير بين الكلمة والفعل. أيضا في فكرة تشي عندما يجد أن هناك من يقاوم، أن إيران مثلا اجتازت المحيطات لتمد يد العون لطلب يعني توجهت به فنزويلا بدون أي أطماع وأي مصالح مادية، سيشعر بالفرح لأن هذه اللفتة أو هذا العمل المليء بالمروءة من قبل الجمهورية الإسلامية يصب في صلب وجوهر الأممية، التضامن الأممي، وهذا ما يجمع هذه الشعوب مع بعضها البعض. أود أيضا أن أضيف أن في مدرسة هذه المدرسة الجيفارية هو تحدث عن صقل الروح المعنوية لدى المقاتلين، يعني عندما سيشاهد هذه المقاومة في العالم العربي في سوريا برغم في اختلاف العقيدة الدينية، طبعا سيشعر بالفرح. عقيدة دينية برغم هذا الاختلاف طبيعي 100%، وهذا ما قالته ابنته التي يعني تشربت فكر والدها بقوة وبعمق. قالت عندما أتت إلى هنا وزارت الحدود في لبنان وشاهدت هذا الشريط، كان شريط شائك قبل بناء الجدار، وقالت لا أستطيع أن أتمالك أعصابي، أرى فلسطين أمامي ولا نستطيع أن نجتاز هذا الشريط الشائك. لذلك هو تحدث أيضا عن أهمية كيف أقول ذلك، الأخلاق الرفيعة لدى المقاومين، وقال هذا ما سيفرق بين المقاوم وجيشه المعادي والجيش المعادي في الجهة المقابلة، الاختلاف في السلوك في الأداء. أستاذ عبد الله، يعني لنختم هذه الحلقة لابد أن نتوجه إلى الجيل الجديد، يعني منكم أنتم يعني عايشتم الكثير من المراحل، كان فيها انتصارات ولكن للأسف كان فيها أيضا الكثير من الخيبات. ماذا تقول للجيل الجديد انطلاقا من فكرة شيء؟ طب انطلاقا من تجربة شيء نفسها، يعني نهايته يمكن أن ننظر إليها كخيبة كبيرة. حركة حرب العصابات في بوليفيا جرى قمعها وجرى القبض والتمثيل بجثة قائد المقاومة المسلحة، وبدأ أن كل شيء قد استقر وأن كل شيء قد انتهى. في لحظة النهاية، في لحظة الهزيمة،
هي هزيمة طبعا. وفي لحظة الخيبة ولدت أسطورة جيفارا. هذا هو ما حدث، لا زال حيا حتى الآن، ولا زال هناك من الأجيال الجديدة من يحتفي به، وصوره علقت في غرف المدن الجامعية في أنحاء العالم، ملهمة للأجيال الجديدة فكرة المقاومة وفكرة التحرر وفكرة رفض الظلم الاجتماعي. يعني ليه هذا هو جوهر تجربة جبارة في حقيقة الأمر. يعني أرجو أيضا أن تلتفت المحطة إلى شخصية عظيمة أخرى قدر لها أن تعيش حتى الآن، راؤول كاسترو. إذا ما كان المعدين قد انتبهوا إلى أن راؤول كاسترو هو عندما تعرف على جيفارا في المكسيك هو الذي دفعه للاقتراب وللالتحاق بالثورة الكوبية، ثم أن راؤول كاسترو هو أيضا الذي بنى وزير دفاع القائد الميداني، وهو أيضا المفكر الأيديولوجي. يعني هو الذي أقنع جيفارا وأقنع كاسترو، لا زال على قيد الحياة. أتمنى أن يجرى حوار خصب مطول استقصائي معه. ونحن يعني نضيف على ما تقدم به أستاذ عبدالله بأن كل من يريد فعلا أن يعرف أكثر تفاصيل عليه أن يتابع هذه السلسلة التي ستبدأ يوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر 2020. السلسلة كل أحد ستتابعونها مشاهدينا على مدة 6 أجزاء عند الساعة 9 بتوقيت القدس الشريف مساء طبعا على الميادين. ومن سيرافقكم في هذه السلسلة هو سيد باكو إغناسيو تايبو الذي يبتسم الآن. شكرا جزيلا لك لأن يعني كنت معنا من المكسيك وتحدثنا أكثر عن هذه السلسلة، وإن شاء الله تلقى الصدى الذي تتوقعونه لدى المشاهدين. وأيضا سيدة وفي أبراهيم، بعرف بدك تحكي كثير أشياء بعد بس نعمل أش في وقت. أيضا كنت معنا، يعني أنت مديرة الميادين إسبانول يجب أن نقول ذلك، وأستاذ عبدالله السناوي من القاهرة أيضا شكرا لك. وشكرا الأكبر لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من المشهدية خاصة. إلى اللقاء.